النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أظهرت الإحصائيات المنشورة في المنصة المفتوحة بأن مملكة البحرين استوردت الفضة الخام من الصين بقيمة 455,810,000 دينار، وتسعى البحرين إلى زيادة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 5% بحلول عام 2025 و20% بحلول عام 2035. وتعد البحرين من الدول الرائدة في تبني الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إلى ذلك، أكد تقرير اقتصادي نشره موقع فيجوال كابيتالست أن الطلب على الفضة يواصل ارتفاعه، وهو يعد البطل المجهول للاقتصاد الجديد، كونه عنصرا ضروريا في التكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي، مما يتطلب إنشاء مناجم جديدة لتلبية الطلب المرتفع على المعدن. حل مشروع قطار الخليج في المركز الثالث بتصنيف موقع شركة ستاتيستا الألماني المتخصص في بيانات السوق والمستهلكين لأكبر 8 مشروعات عملاقة في العالم، وقدرت التكلفة الإجمالية للمشروع ب 250 مليار دولار. وحسب إحصائيات الموقع، فإن المشاريع الخليجية حصدت 50% من التصنيف العالمي. ومن المعلوم أن خطة سكة الحديد الممتد داخليا إلى البحرين سيرتبط في نهاية الأمر بشبكة السكك الحديدية الخليجية المخطط لها، وسيبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات في أبوظبي والعين، وبالتالي إلى مسقط عبر ولاية صحار. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. شهدت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية في المملكة العربية السعودية نموا بنسبة 4.19% و3.16% على التوالي خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت بيانات أصدرتها الهيئة العامة السعودية للإحصاء اليوم الأحد أن الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا سجل خلال الربع الثاني ارتفاعا بلغت نسبته 1.14% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من العام الحالي. قال مجلس السفر والسياحة العالمي أن قطاع السياحة أسهم في اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2023 بنسبة 11.17% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 220 مليار درهم، في حين يتوقع المجلس أن ترتفع مساهمته بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وحول الأسواق المالية العالمية، تنضم معي عبر الهاتف من لبنان الأستاذة فرح مراد، محلل أول للأسواق المالية لدى مجموعة إيكويتي. مرحبا بك أستاذة في النشرة الاقتصادية، وكيف تقرأين أداء الأسواق الأمريكية وما هي القطاعات التي تقود تحركات السوق؟ شكرا كثير على الاستضافة، والسؤال أظن كمان كثير مهم نكون عم نحكي عن القطاعات. هلأ بشكل عام أداء الأسواق الأمريكية عم يفرجينا تباطؤ، إن كنا عم نحكي عن الزخم في النمو الاقتصاد وأيضا في التضخم، ولكن ما عم نحكي أنه سيناريو الهبوط الناعم هو مستبعد. بالعكس، البيانات بشكل خاص عم تفرجينا احتمال جيد لهذا الهبوط الناعم. الاستقرار بالاستهلاك الشخصي كمان هيدا الشيء، والأسر عم يعطينا شوي صورة إيجابية للاقتصاد، اللي بخوفنا أو العوامل اللي نوعا ما فيها ريسك
هي اولا بالوظائف، وهذا القطاع المهم جدا. كان في عنا جولز كمان خلال هذا الاسبوع، وعنا بيانات كمان عديده فينا نكون عم نحكي عليها في هذا الاسبوع. كنا عم نحكي عن اعانات البطاله والانبلويمنت. الفكره هي انه انا بس متخوفه، او اللي لازم نكون عم نركز عليه هو قديش قد نرى توجه إلى تسريحات أكبر من العمل، وكمان أنه هل الاستهلاك المرتفع هل هو كمان مصمود أو عم ينعطى دعم من القروض الاستهلاكية؟ هل رح نوصل لفترة ونلاقي تراجع كبير جدا في الاستهلاك؟ هذا هو السؤال، ولكن أظن الفيدرالي طبعا مدرك لهذا الأمر. بشكل عام أظن توجه إلى تقليص 25 نقطة أساس في الأسبوع القادم. يمكن الأمر المهم أكثر للمتداولين على الأسهم أو المستثمرين أنه في تراجعات 5 أغسطس لقينا الصناديق الاستثمارية تعود لتشتري هالتراجعات، ولكن عم نبعد من قطاع يمكن التكنولوجيا، الأسهم الذكية، نتوجه الذكاء الاصطناعي، ونتوجه أكثر إلى القطاعات الدفاعية اللي أظن قد تستمر في نموها بشكل أكبر هذا العام. بالتأكيد الأستاذة فرح مراد، محلل أول للأسواق المالية لدى مجموعة إكوتي، كنت معي من لبنان، شكرا جزيلا لك.